السي هشام زاهر الفاعل الجمعوي بامتياز منطقة الحي المحمدي. السي زاهر، ما شفناكش هذا العام في هذا المهرجان ديال الظاهرة، ما بغيت نشوفك في كونفيرونس ولا في هذاك، اش بان لك في هذا؟ وا شوف شنقول لك، يعني كما قلت انفا مع الاخ رشيد، غنقول لك بان العبث في اعلى التجليات ديالو، يعني بما تحويه هذه الكلمه من دلالات وابعاد، العبث العبث. وهذا نتاج واحد الممارسات غير مسؤوله ولا عقلانيه، لان باش نجيب انا وانا غادي نبدا ما يحز في النفس، وهذه رساله الى السد العاليه بالله صاحب الجلاله محمد السادس، شاهد من تلقى ناس من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي الدستور عطاهم واحد المكانه حقوقيه، واللي صاحب الجلاله بنفسه مباشره بدون بروتوكول تنزل ويسلم عليهم ويبوسهم، انهم يهانون في نعودوا. كمل 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 اخويا زاهر. كما شفنا، كما نحن شاهدين عيان على الاهانه ديال الناس ذوي الهمام والمعاقين، ومع العلم قالوا في الميكرو الناس المعاقين داروا لهم بلاصه هنا، دخلت واحد المربع بكذا وهز السكيورتي ولا حاجه. شفنا مشاهد يعني يندل على الجبين، والله ما نكذب عليك زعما صراحه، يعني راه لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. واش والغريب في الامر ان هذه الشركه ديال حراس الامن الخاص بين قوسين وما عندها حتى ورقه، ماشي شركه حتى انا تيقول لك راه مشاو جم قوسين. خويا كاينين واحد انتقادات لهذه الشركه من الدوره الاولى والثانيه والثالثه، كاين الفوضى تبدلات. هذا سؤال غادي نطرحوه على السيد الرئيس ورئيس القسم، لان رئيس القسم غادي نخصص لي واحد الموضوع بوحده ان شاء الله بالتفصيل، وبشي امور غادي غيلقاها ان شاء الله تعالى، غير فليستعد. اذا هذا الشيء هذا الامر هذا يعني، ومن بين الناس المعاقين ذوي الاهانه واللي التمييز، انا تنقول تمييز لانك ملي تقصي وتحيد وتدخل انت صاحبتك ولا تدخل جارك، هذا راه تمييز في حق هذه الفئه هذه. عنده دكتوره، واحد عنده دكتوره استاذ وعنده دكتوره، ويجي واحد دفعه ما عرفتش عنده راسه عامره ما عرفتهاش بالمعجون ولا الله اعلم به، لا حول ولا قوه، مصيبه كحله. اما بيني وبينك على مستوى التنظيمي وداك الشيء والصحافه ما شوف 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 ارتجاليه والفوضى والناس مضاربه بعضياتهم، وتدور تلقى 7000 واحد دير بادج هنا ديال اداره المهرجان، كل يلغي بالغاء، كل عنده راي، كل باغي يفرض راي ديالو، وعلاش انا وعلاش هذا، ونضاربات والدور اللي تلقى المضاربات. اما الجانب اللوحه الفنيه تنحترموا بعض المجموعات، وهذا ما تنعتبروش انه غادي يخلق لنا واحد القفزه نوعيه على مستوى التنموي في المنطقه في الجانب الفني، لا، هذا نشاط دار جيش طح وصفق وسير في حالاتك، مسكين من بين المسكينات اللي تيشتغلوا فيها في اطار طمس ما هو واقع وما يجري بمقاطعه الحي المحمدي، من غياب مجال للتنميه ومن غياب التنميه المجاليه او التنميه المستدامه، ما كاين حتى شي حاجه. اما انا باش تجي تقول لي انني ان هادو باغيين الحفاظ على الموروث الثقافي اللامادي بين قوسين، غنقول لك استاذ يا سيد الرئيس ان هاد الناس، انت راه عندك هاد المهرجان بوحدو، راه مجلس المدينه عطاك فيه 50 مليون وشركه عطاك فيه اكثر من شركه عطاها فيك اكثر من 10 مليون هي 60 مليون، وجيت تخدم لي انا مجموعات شبابيه فيها 6 الناس او فيها 5 ب 60000 ريال، وتقول لهم تعاونوا معنا وهادشي راه موثق وخرجوا به فنانه، وتقول لهم تعاونوا، علاش يتعاونوا معك السيد الرئيس انت عندك الفلوس عندك المال العام ديال الشعب، خلصوا على ديال الشعب ونشجعهم ونحاول ندفع بهم ندفعهم انهم يجيبوا لي منتوج ديال عاد سبونسوريزي عاطي 10 اكثر من 10 سمعنا عاد قال لك حتى الكراسه لا لا الكراسه داخلين بصفقه بوحدها، الكراسي والزرابي والخيام هادشي كله شوفوا داخل صفقه بوحدها، ما عنده دخل فلوس 60 مليون بوحده، الاطعمه الحلوى اتي كل شيء عنده صفقه بوحده. الاطعمه كاين حلوى المهم غيديروا لها هما 30000 واحد كالت، ما عندناش مشكل لهم هذاك، عدى صفقه ديال بوحده. وتعطوا لهم مجموعات بوحدهم. عندك غير هذه المنصه وعندك الفرق اللي غيدخل السوق، كل 3000 درهم ولكن واش حنا سؤال المطروح، واش حنا دائما غنبقاو عايشين مع فين غادي بيا؟ مع احترامي للمجموعه. مع احترامي لها، الشرعية التاريخية ثابتة، حتى واحد ما غادي يجادل فيها، وحتى واحد ما غادي ينكرها، ولكن واش أنا غنبقى دايما فين غادي بيا؟ واش أنا غنبقى دايما غادي في الصينية؟ الصينية راه تحكات من كثر التكرار، راه صافي راه بهاتت. وشجعوا الشباب، حاولوا تفتحوا المرافق اللي تابعة المقاطعة وشجعوا الشباب على الإنتاج الفني. المينيموم واحد 60 مليون.
والناس ما لقاش الدواء في السبيطارات ديال السكر. هذيك مصيبه كحله، الرئيس باش يدير واحد الصفقه راه دابا اكثر من 5 شهور والناس بلا السكر. يلاه دارت معنا واحد السيده سمعتيها، قالت لك سمعتني تهضر على السنيه، قالت لك يخرقوها. قلت لها علاش؟ لا لا، قالت لك انا السكر مشيت لي تنمشي ونجي اكثر من هذاك ما لقيتش السكر. قالت لك اكثر من 4 شهور يعني وما لقيتش دواء ديال السكر وتنموت. وجمعنا حنا نبداو نشطحوا ونبداو نتغنوا بالشعارات الفضفاضه ونبداو نتكلموا يعني نبقاو ناعسين حنا الاطلال. كاريان سونترال هذا الغيوان ديال نطلقوا عليه الفيادره. الفيادره لغه الفيادره خلا واحد السيد قال لك ثقافه ديال انوض اللي عنده شي كاس يكملوا. مصيبه مصيبه للاسف ان المهرجان فاشل. كنا وحتى الحضور راه باين، حتى الحضور راه باين راه لا يتعدى 300 حتى 400 كاع، وهذا دليل على ان الناس غاضبه على المهرجان. واش ما فيش الجاد؟ الواقع ما فيش شوف ما فيه والو، ما كاينش واحد المنتوج جديد وما كاينش. بقاو دابا شوف غادي تلقى نفس المجموعات، لكن انا ما يحز في النفس انا تنتعاطف تنسجل التعاطف ديالي مع هذه المجموعات الغنائيه الشابه. جي طلعوا ب 3000 درهم محشوماش، 500 درهم الواحد محشوماش، جاب عام ويتسنى في الاخر تجي تعطي 3000 درهم وجد تخسر عليه. تعاون معنا، انت علاش تعاون معك السيد الرئيس؟ انت عندك 150 مليون وخاصه تمشي الثقافي الفني في المهرجان في الصفقه. 150 مليون اللي عنده زائد 50 مليون اللي عطاتهم مجلس المدينه هي 200، زائد الشركه عطاتهم 10 ولا شحال هي شحال هي 200، وجي تقول لي تعاون معايا. هو دير صينيه مسكين تطلب، راه تتهينو وانت تقول لي تعاون معايا بحال جاي مارشنا هو بحال تتهين ثلاث نمط غير وماشي نمط غير تتحيدو تتقتلو تتمص ليه الهويه ديالو. اذا للاسف شوهه وفضيحه هذا العام بالحي المحمدي، وتنتمنى ان الرئيس في المرحله الجايه 10 مليون شو عارفين تتمشي الرئيس، ولكن شي ايادي خفيه مولي وراه. شوف نقول لك واحد القضيه، انا دائما احمل المسؤوليه في التدبير المالي والتسيير الاداري للمقاطعه احمله الرئيس لاعتبار قانوني. ملي ترجع للقانون تلقى في الماده 253 تيقول لك ان الرئيس هو رئيس المقاطعه هو الامر بالصرف. اذا انا ما يجيش يقول لي هذا ولا هذا، ثم تنحمل السيد رئيس القسم رئيس القسم الشؤون الثقافيه اللي تيدير البرمجه واللي تيدير مع الفنانه واللي تينسق مع الرئيس، وبالتالي هاد الجوج تنحملهم المسؤوليه. ولنا نقاش قادم ان شاء الله من خلال المراسلات وبعض الامور. السفينه اللي عندها واحد جوج رابابينه تيخرج، والتالي راه عندها 14 ولات بعدا جوج بعدا في الحياه دور رسمي وتخلي جوه ودابا تخلي جوه، والتالي راه عندها 70000 واحد، راه كلشي باغي يحكم، كلشي باغي يحكم، كله باغي يعطي راي، راه دابا هذا الشيء كلشي باغي يدخل وكله سوء تقدير. دابا هذا الشيء كلشي باغي يحكم، كله باغي يعطي الراي ديالو، كلشي باغي يدير. ويلي راه الفوضى، ها اللي غضب ومشى، ها اللي تشانا، ها اللي ما بقى، ما واحد الفوضى مصيبه. وانت راه اكبر شاهد، راك شتي هذيك السيده مولات العكاز اللي جايب العكاز اخويا عبد القادر كيفاش دار لها؟ الصحافه كانت طلعت واحد جا مصيبه، واحد الصحافي تليفون قال انا هو ولد مول السكيورتي ولا ولد مول ساهر باه ولدو. شوف مصيبه كحله، شركه مجهوله ما عندهاش اساس قانوني، ما تدفع ضرائب، ما عندها اساس قانوني ما والو، ويجيبوا ملك هنا ويتكرفصوا على الناس. شكون اللي جابهم؟ من المسؤول؟ هاد الفيا هادشي غنعرفوه مستقبلا ان شاء الله. شكرا. وتنشكركم جميعا. شكرا. اذا متابعي جريده صوت العداله، هاد السيد ما قال علي عيناه وشناه حنايا، اذا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شكرا متابعي جريده صوت العداله. يعطيك الفيزيت اخويا.